خلصنا مدرسة. ايه خليني ألحق برامج التلفزيون. ريم يلا بدنا نبلش نحضر تلفزيون. خلينا نلحق، بدنا نحضر كل شي مش بس برامج الأطفال. صباح الخير يا أحلى كريم، تأخرت بالصحوة اليوم. صباح النور بسرعة بلش البرامج. بس بدنا نفطر الأول. نفطر؟ بس إحنا خلصنا مدرسة، ليش بدنا نفطر؟ هذا الحكي بس وقت المدرسة عشان نركز بدروسنا، بس لازم يكون في ثلاث وجبات بالنهار والفطور أول وجبة. هي الأنتي رزان صاحبة ماما وصلت لعنا، خلينا نتأكد من هالحكي ونسألها. رزان دائما عندها الحل. يلا خلينا نشوف. صباح الخير كريم وريم، عشو محتارين اليوم؟ كريم ما بده يفطر. معقول يا كريم ما بدك تفطر؟ ليه؟ ما احنا خلصنا مدرسة، لشو الفطور؟ هو الفطور بس للمدرسة يا كريم، الفطور كتير ضروري بالمدرسة وبغير أيام المدرسة، لأنه الفطور بيعطيك طاقة وبيعطيك كمان كتير بروتين أنت بحاجة لإله حتى تكبر، فهو جزء كتير رئيسي من جدولنا اليومي. لازم كل يوم نفطر، حتى لو نفطر إشي صغير ما بياخد وقت كتير، يعني سندويشة صغيرة، ممكن ناخد حبوب الإفطار مع كاسة الحليب، بيضة. هاي إشياء كتير ضرورية لكل الأطفال حتى يكبروا وحتى كمان ياخدوا كل أكلهم كامل، فطور وغدا وعشاء. ما بدي أسمعك أبداً يا كريم تقول ما بدك تفطر، وإنت ريم كمان مظبوط؟ حاضر خلاص اقتنعت. كتير منيح، شو بدك تفطر اليوم؟ بدي أفطر لبنة. منيح. وخبز. ممتاز. شو نسيت يا كريم؟ شو نسيت؟ ذكري ريم، شو نسي كريم؟ يمكن حليب. برافو عليكي، كاسة الحليب مع الفطور كتير ضرورية، فإذا خلينا كلنا نقوم نفطر قبل ما نبدأ نهارنا. يلا. اليوم رح نعمل فرنش توست أو توست مع البيض. هاي الرسبة كتير منيحة للأطفال اللي ما بيحبوا يتناولوا البيض كتير، فإحنا رح ندخله بالخبز من غير ما هم ينتبهوا. رح نحتاج للفرنش توست 4 بيضات، بس رح نستعمل 2 بياض منهم و2 بيض كامل، نص كوب حليب قليل الدسم، رشة قرفة. طريقة التحضير سهلة كتير. أول شيء رح نحط البيض، بعد ما فصلناهم نخفق البيض مع بعضيه ومنضيف فوقه الحليب، نخفقهم مع بعض. رشة القرفة اللي رح تعطي النكهة الطيبة الخفيفة اللي احنا بدنا اياها. الخبز منقسمه مثلثات عشان كمان يكون اكله اسهل. بعدين اللي رح نعمله نغمس الخبز بالبيض، نتركه شوي لحتى يشرب البيض اكتر. الكمية اللي بتزيد منديرها فوق الصينية، نتركها شوي لحتى الخبز لحاله بيتشربها. بعدين منحطها بالفرن على درجة حرارة 170 لمدة 10 دقائق حتى تنشوي. بعد ما تتحمر ويستوي البيض بنقدر نقدمها ونزينها بقطع الفراولة أو أي نوع فواكه إحنا منحبها، ممكن كرز، ممكن بلوبري. هيك بتكون وجبة متكاملة من نشويات وبروتين، والسعرات الحرارية فيها تقريبا 100 سعرة حرارية.